عن حده. يا حبيبي ملاك نايم وسط الزبالة في كده في كده، وايه دي ايه دي؟ حد ينام في بيت عقلك؟ ايه ده؟ كنت شايفين منوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضرها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. هو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويقعد فيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المسوره اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. ما ارميهم في الارض. لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتك؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. بابا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجع لي فين يا هون انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونة أرحب في الهوا، إنما في الإدراج في الكتمة الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا من المية. طيب. يلا بسرعة. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا أخوي على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره. بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لقمه يا جماعه. ليه ده العيش بايت ليه كده؟ ده الفول ده عيش ماشي، جبنه مربى يخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هما واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. ما جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل كده طيب. الحمد لله. ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت؟ ما في بني ادمين بيرزعوا اللبان عادي يا بابا. الله. طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا ساره عليكي ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعه عماله تقولي ثانيه واحده. هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسود سجاير. هو انت يا اخي خضيتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. دي بقى الصواني كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه؟ هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي، اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير الدين؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره ثانيه. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت جبان انا ما عادش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ انا كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل،
طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكيه؟ ايه اللي جالك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر. انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم؟ فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك خد ال WC ثانية بس واجيلك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في شفت. لو سمحت ممكن كوباية مية؟ ايوه. كوباية مية. كوباية مية؟ ايه ده؟ سميرة. سميرة بهيم. ازيك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا سمسم؟ عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه؟ الحلاوة دي لفيتي وتدورتي وبقيتي قمر. ايه ده؟ اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله. فاكر الواد شكري زميلنا في الكلية؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره؟ لا اخصى عليكي اخصى عليكي. بصي اتعديت منه كنت هقول اخصى عليكي. معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره يا بنت فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره الهتم ده؟ ولا فاكره ماسوسه الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري. فاكره ولا فاكره فاكر انت بقى لما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه. بس انا بتهيألي شكري انت كنت عايزه ميه. ها اجيب لك بالثلج ولا من غير اي حاجه؟ طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه. انت يا زين ما اخترت. يا زين ما اخترت سميره بهيم. سكرات. مش هتقدر تغمض عينيك.